إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وتحليل جديد في قناة العلم يعرف الكذب. اليوم وقع الاختيار على عملة شيبا، سنقوم بتحديثها مادام يعني نحللها تقريبا كل أسبوع. جيد جدا أن نقوم بتحديثها ونرى هل توقعاتنا كانت صحيحة، هل تحليل الموجي والبرايس أكشن بطريقة منطقية يعطيانك يعني صورة واضحة عن ما يقوم به الشارت. لكن قبل البدء أصدقائي، أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو الرابط سأضعه لكم في صندوق الوصف. في هذه القناة المجانية نضع آخر عروضنا وآخر عرض والحصول على دورتين بسعر دورة واحدة، دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من المعلومات والأسرار التي يمكنك تطبيقها في أي سوق مالي، أي سوق مالي، فقط ب $197. لمن أراد الاشتراك واستغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة يمكن التحدث معي على الرابط الذي سأضع لك في التعليقات. خذ الرابط كاملا، هو رابط تليجرام وأنا الذي أجاوبك، وادخل في الموضوع مباشرة لأنه مع الأسف ليس لديه الوقت لكي أجاوبك على كل الأسئلة. ادخل في الموضوع مباشرة. لا تنسوا كذلك أن في هذه القناة نضع أرباح المتداولين الذين يشاركوا في دوراتنا التدريبية ويأخذون صفقات يعني مستقلين عني، لا أعطي توصيات ولا نصائح. لاحظوا هناك أرباح كثير الحمد لله، هناك شهادات صوت وصورة لهم، شهادات صوت وصورة يتحدثون عن دوراتنا التدريبية، بالتالي يمكنكم مشاهدة كل الأمور لكي تقتنعوا بأن دورتنا من أفضل الدورات بشهادتكم. أصدقائي، لا تنسوا الذهاب إلى الموقع beeprowavetrader.com للمبتدئين. هناك بعض الكتب يمكنكم تحملها مجانا مثل الدليل الأساسي، فقط اضغط على إبداء المجانا، ضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تنتم عن قراراتك. قناة العلم يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. طيب، توقعنا كان صحيحا 100% في شيبا. لماذا كان توقعنا صحيحا؟ لاحظوا، عندما ذهبنا إلى الفريم اليومي قلنا أنه لدينا موجة دافعة ثم نطاق دخل البيج باي ثم بوم صعد السعر، زيادة في الزخم نريد. لاحظوا، عندما كنا في هذه المناطق كنت أقول لا شراء لا شراء، انتظروا الديسكاونت، انتظروا التخفيض، انتظروا التخفيض، والذي لم ينتظر شرب مع الأسف. لكن الذي انتظر لحد الساعة صبر. لاحظوا كم مدة الصبر التي صبر، صبر كثيرا، لكن في الأخير إن شاء الله سيستفيد، سيستفيد، لأن التداول ليس هو فتح الشارت تداول، فتح الشارت تداول، لا، تفتح تحلل وتنتظر إلى أن تجد الفرصة المناسبة والملائمة للاستثمار. طيب، بما أنه هناك زيادة في الزخم نتوقع صعود مثل هذه الموجة إلى الأعلى. أوكي، هذا بالنسبة لعملة شيبا على الأقل. طيب، أحتاج أن أعرف هل هذا الديسكاونت انتهى ولا لا، أحتاج أن أعرف هل هذا الديسكاونت انتهى ولا لا. يجب أن أنزل بفريم لأربع ساعات لأرى. لاحظوا، إذا تذكرتم كنا توقعنا هذا الصعود، وكنا توقعنا هذا الصعود، وكنا توقعنا هذا النزول. لاحظوا قوة التحليل الموجي، توقعنا ثلاث حركات، مما يعني أنه على فريمات صغيرة يمكن تداول هذه الحركات أكيد. تمام، طيب الآن ماذا لدي بالنسبة لي أنا؟ بالنسبة لي أنا كبنية، كبنية هذا الديسكاونت مكتمل كبنية. لاحظوا أنا لا أقول كلمة إلا وأعني أعي معناها كبنية، لأنه البنية تقول لي هذا موجة أولى للتصحيح، الموجة الدافعة للتصحيح، وهذه الموجة التصحيح هي للتصحيح التي يراني فلات، وهذه الموجة الأخيرة الدافعة للتصحيح، لأن التصحيح يتكون من ثلاث موجات. بنيته لكي نقول أن دي موجة دافعة، لكي أقول أن التصحيح مكتمل مكتمل بنيته يعطيني ثلاث موجات. هذا بالنسبة لي أنا مكتمل، لكن يجب كذلك أن تكتمل آخر موجة فيه بنيتها، يعني يجب أن تكتمل آخر موجة بنيتها. جميل جدا، إذن يجب أن أركز على آخر موجة لأرى بنيتها هل هي مكتملة أم لا. سننزل بفريم لنقل الفريم الساعة وأرى ماذا لدي. أولا ليست لدي دايفرجنس، أوكي، هذا أول شيء. طيب كيف هي هذه الموجة؟ لدي هذا التصحيح هو أكبر تصحيح في هذه الموجة لحد الساعة، إذن لدي موجة دافعة تصحيح ثم موجة دافعة. أوكي، هل هناك زيادة في النخب؟ الزخم؟ النخب، هل هناك زيادة في زخم آخر موجتين أم نقص؟ زيادة في آخر موجتين. هناك خطر،
هناك خطر. ما هو هذا الخطر؟ بالنسبة للناس التي شافت هذا الريجولار فلات، هذه موجودة في عوا، هذا الريجولار فلات للصعود، شراء هذا الريجولار فلات خطير. لماذا؟ لأنه لدي زيادة في الزخم البائعين، يعني أن البائعين أقوياء. آخر موجة هي أطول من هذه الموجة، بالتالي البائعين أقوياء وليست لدي دايفرجنس. بالتالي أنا لا أستطيع الدخول في منطقة فيها البائعين أقوياء حتى ولو عندي فرصة شراء مثلا. انتبهوا لهذا الأمر، المنطق، المنطق الزخم. طيب، ما هي المنطقة التي سأقول فيها أن البائعين ليسوا، لم يعودوا أقوياء؟ المنطقة التي سأقول فيها أن البائعين ليسوا أقوياء عندما يرتد السعر إلى آخر موجة، 100% من آخر موجة، يعني أريد أن أرى صعود إلى هنا. إذا عندما إذا صعد السعر من هنا إلى هنا الآن سيصبح لدي 1 2 3، هذه كلها ستصبح موجة واحدة. ماذا سأنتظر؟ تصحيحا كبيرا، إما مساوية لهذا التصحيح هنا حتى تكون هذه الموجة على شكل دبليو اكس واي اكس زد، ونبحث عن الصعود من هذه المنطقة، لكن عند كسر القمة نحرك وقف كسر إلى بريك إيفن، هذا من مبادئ تسيير المحفظة المالية، أو تصحيح أكبر من هذا التصحيح، يكون تصحيح أكبر، وهذا بالنسبة لي أنا هو الأفضل، أريد تصحيحا أكبر. هذا التصحيح الأكبر يقول لي أن هذه الموجة، يقول لي أن هذه الموجة أصبحت موجة واحدة، وهذا هو تصحيحها، وأن البائعين لم يستطيعوا إنزال السعر، وأن المشترين حافظوا على السعر في القمة، وهذه بالنسبة لي أنا أسميها منطقة تمركز الأموال، وهذه هي منطقتي لقول أو لتأكيد أن خلاص هذا التصحيح انتهى، وهناك صعود لأخذ مثل هذه الموجة هنا. أعرف، يعني أعرف 100% ماذا أنتظر، أعرف 100% ماذا أنتظر. لماذا كل هذا الأمر؟ لماذا أريد أن يأتي السعر لهذه المنطقة أولا ثم يصحح؟ لأن هناك احتمال كبير أن يصعد السعر لهذه المنطقة ثم يعود. لماذا؟ لأن هذا أنا الآن في جدار، هذا جدار بالنسبة لي، ما دام طول هذه الموجة أطول من طول هذه الموجة أنا في جدار، لا أستطيع الشراء، لا أستطيع الدخول عكسه إلا عندما يتم كسره، ليس فقط كسره والتصحيح فوقه، لأنه قد يكسر ويعود، لأن هناك بيج بوي هنا، هذا البيج بوي قد يظهر في أي لحظة. انتبهوا من هذا الأمر، هذه مناطق بيج بوي، لذلك أنا أريد أن يتم كسرها ويتم تصحيح فيها حتى يقول أن ذلك البيج بوي لا ينوي الدخول بيع، انتهى ذلك البيج بوي، خرج من صفقاته، وهنا أستطيع أن أتداول عكس البيج بوي. تلاحظون الأمر كيف هو. بالتالي الآن يجب انتظار ما الذي سيحدث إذا صعدت عملة شيبا إلى هنا وصححت، هذا ما نريد. لكن إذا عادت إلى هذه المنطقة، يعني هناك احتمال كبير أن يكون هذا فقط تصحيح كبير صعود إلى هنا، إذا أعطتني هذا التصحيح الكبير سأبحث عن النزول إلى هذه المنطقة، إلى كسر القاع فقط، سأبحث إلى على كسر القاع فقط. أوكي، إذن كما قلت أصدقائي، هذه المنطقة خطيرة للدخول، يعني لأن يعني هناك احتمال، ما دام أنه لدي زيادة في الزخم، زيادة في زخم هاتين الموجتين، قد يصبح هذا يكسر إلى هنا ثم يعود بتصحيح إلى هنا ثم يصعد ثم ينزل، أو قد ينزل من هنا لكسر القاع. عند كسر القاع كذلك ستكون هناك احتمالات كثيرة. لماذا؟ سأعطيكم مثال، لاحظوا التحليل الموجي هو يعطيك كل الاحتمالات. نفترض أنه صعد إلى هنا وعاد وكسر القاع، هذا يعطيني إمكانية أن هذه قوية، يجب أن يكون لدي رانين فلات ثم يكسر لمرة أخيرة قبل الصعود. يعني سنتابع الشيبة، عملة شيبة، لكن لحد الساعة ما أقوله لكم وما أريده هو أن يتم كسر أولا هذه المنطقة ثم يصحح قبل تأكيد الصعود، غير ذلك هناك احتمال كبير أن يعطينا تصحيح كبير هنا للنزول لكسر هذا القاع، لكن يجب أن نرى كذلك هذا التصحيح كيف هو بنيته. بالتالي سنراقب هذه العملة يوم بعد يوم إن شاء الله وأسبوعين حتى نرى ما الذي يحدث. إذن يجب الحذر من هذه العملة، يعني هذا ليس كل ريجولر فلات هو للشراء، ليس كل ريجولر فلات هو للشراء. إذا كان لديك زيادة في الزخم يجب الابتعاد عن هذه المنطقة إلى أن يتضح لك الأمر. يعني أكيد ستتأخر بعض الشيء لكن ستكون متأكدا من صفقتك، تلاحظون. بالتالي هذا هو تحليلي لعملة شيبا وتحديثي لعملة شيبا. أتمنى من يعني منكم أن تشتركوا في قناة
العلم يعرف الكذب. لا تنسوا تفجير اللايكات، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا كذلك أصدقائي أن تستغلوا عرض دورتين بسعر دورة واحدة. أظن أن بها معلومات ربما لن تجدوها في أي مكان ثاني، ستساعدكم على احتراف التداول، هذا أكيد. لا تنسوا كذلك كما قلت أن تضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، فجروا اللايكات، ولا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب، وأن هدفنا الوحيد والأوحد هو تعليمكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع. بدي أشكر الأستاذ وسام على دورة البرايس أكشن اللي كانت المفاجأة كتير حلوة من بعد دورة تحليل الموجي، والمفاجأة اللي فيها إنه بسيطة، طبعا بحتاج إلى تركيز ومحتاج إلى تكرار ولاستمرارية، بس طريقة الشرح بإيجاز وبمخزة كتير غني بالمعلومات. فبتشكر الأستاذ وسام على هاي المفاجأة الحلوة اللي قدم لنا إياها واللي هي البرايس أكشن. شكرا كتير أستاذ وسام. السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد علي من سلطنة عمان. حبيت أشكر الأخ وسام على الدورات القيمة اللي عقدها، دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، واللي الحمد لله رب العالمين أخذتهم من فترة تقريبا 3 شهور. استفدت استفادة كبيرة من خلال تعلمي في هاتين الدورتين، والحمد لله رب العالمين أنا شغال في سوق الفوركس من فترة، وبعد اشتراكي مع الأخ وسام في دورة البرايس أكشن ودورة التحليل الموجي اطلعت على أمور خفية كثير ما كنت على علم بها، ولولا فضل الله ثم فضل الأخ وسام بالدروس التعليمية اللي قدمها كنت ممكن أدخل في خسائر كبيرة. بفضل الله بدأت أحقق بعض الأرباح واستعيد بعض الأموال أو جزء من الأموال اللي خسرتها في السنوات السابقة. وأنا أشجع كل شخص يشوف هذا الفيديو إنه يسارع في الاشتراك في دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، لما إن شاء الله سيجنيه من أرباح كبيرة في حال إنه فعلا رغب في التعلم. وأشكر مرة ثانية الأخ وسام شكر جزيل على هاتين الدورتين، وحقيقة يعني سعر الدورتين هذيلة أنت ممكن تحققهم في خلال صفقة واحدة بعد ما تتعلم من خلال دورتين. شكرا جزيلا لأخو سام. السلام عليكم. أنا أحد المشتركين في دورة البرايس أكشن مع الأخ وسام، والحقيقة الدورة جدا جدا مفيدة، والدورة عبارة عن نماذج لحركة الأسعار، وهذه طبعا هي لغة يعني تحتاج إلى مترجم. فالبرايس أكشن، دورة البرايس أكشن هي عبارة عن مترجم، يعني يترجم حركة الأسعار أو الشارت إلى لغة. اللغة هذه تعطيك يعني نقاط الدخول والخروج، فهي عبارة عن ترجمة للغة الشارت. فأنصح الجميع بالاشتراك فيها لأنها فعلا مفيدة وستحقق لك أرباح كبيرة بإذن الله إذا أتقنتها. طبعا نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا، والسلام عليكم.